سيد لسعد بلغيث مدير عام مساعد بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مرحبا بك سي سعد شكرا مرحبا لك على قبول الدعوه وشكرا على الاستضافه ومرحبا بجميع المستمعين ومستمعات شمس مزيكا في كيفاش فما مدير عام مساعد عملتوا اورجانيجرام اخر فما فما مدير عام وفما مدير عام مساعد لا هو الاورجانيجرام بطبيعته ينص على رئيس مدير عام وعندنا مدير عام مساعد خطة ذي قديمة مش أي. جديدة آه وعنا خطة جديدة من 2016 هي كاتب عام كاتب عام. عام هو خاطر فم... من المفروض في العادة فما الرئيس المدير العام وفما الكاتب العام هذا اللي معمول به لأن دونك الم... المدير العام المساعد مرحبا بيك سي سي اسعد بلغيث وشكرا لك على قبول الدعوة آه. مكسب سياس مكسب لتونس هو مكسب كبير تونس ومفخرة يعني منظومة الضمان الاجتماعي كلها. يعني مكسب التونس مكسب كبير ياسر فما ناس يمكن ما تعرفش ولا ما عينهاش باش تعرف ولا تعرف وتخبي ولا ما تحبش تعرف اللي في بلدان اخرى باش تداوي آه يا عندك في مكتوبك يا ما عندكش يا ترمي تحت الحيط صحيح واللي في بلدان اخرى ذراعك يا علاف للتقاعد نتاعك صحيح واللي في بلدان اخرى آه ساعات تخلص تلقى شوف لا آه؟ صحيح برشا حاجات برشا حاجات باهي احنا عملنا منظومه والمنظومه هذيا اه الى حدود تنقل سنوات معينه ماشيه اه كيزيد فوق الماء بون كيزيد فوق الماء بالرغم انه البعض كان عنده زاده علاقه تخوف شويه مع سي اس اس نتاع يبدا خايف من سي اس اس وهو الحقيقه ما فماش علاش يكون خايف من سي اس اس. اليوم كيفاش توصف وضعيه الصندوق اليوم؟ عجز ب 1200 مليون دينار سنه اه 2021 اه الوضع العام الوضع العام الحقيقه اللي سيلياس العجز ماهوش وليد السنه الجاريه أي. هو عجز توا لمده سنوات واساسا بدا حتى قبل 2010 2008 عندنا عجز والعجز كان معنا في حدود معنا يعني بدا ب 64 مليون دينار بعد بدا يتفاقم من سنه الى اخرى مه. فهمني علاش علاش العجز هذا خاطر 64 نجم نفهم ديزام أيه. ولا أيه. ولكن يمشي والبير يمشي ويغرق نبهت نقول علاش حتى حد ما قال ستوب 64 اوكي ما نفهم اما نوصلوا لل 1200 علاش كيفاش وصلنا هوني؟ هو كيفاش وصلنا؟ هو الحقيقه اللي كان ناخذه بالنسبه للسنساس يعني المداخيل نتاعها مين متاتيه اساسا؟ المداخيل متاتيه من الاشتراكات، م? اشتراكات يعني مساهمات المضمونين الاجتماعيين سواء معناها مؤجرين عاملة أجراء أو غير أجراء فهمني بتبيع إذا كان فما وضعية معطيات موضوعية إذا كان فما وضعية اقتصادية صعيبة والوضعية هذه معناها توا معناها امتدت على عدة سنوات بتبيع وفي المقابل فما تطور كبير جدا في عدد المنتفعين بجيرادات جيرادات نعرفوا أحنا بوبيلاسيون تاعنا قاعدة ماشية يعني نحو التهرم والتهرم يعني علاش باش يترتب عليه حاجتين فما معناها تهرم سكاني واللي فما يعني عدد اكثر من طالبي الجريات اللي بلغوا السن القانوني للاحاله التقاعد هذو الناس اللي دي جينيراسيون قاعدين يخرجوا في التقاعد هذا من ناحيه من ناحيه اخرى اذا كان فما وضعيه اقتصاديه صعبه يعني ثم تقاعد مبكر التقاعد مبكر زاد يتاثر كلفه عنده كل كلفه كل. عنده كلفه ماليه والكلفه الماليه هذه تحمل على الصندوق يعني التقاعد مبكر وش يكون يعني فما نقص في الربحيه امون جني فما فما مداخيل باش تنقص بالنسبه للصندوق وفما في المقابل اكثر مصاريف م. يعني بعنوان الجرايات هذاك اش خلى العجز هذايا يتفاقم من سنه لاخرى لكن تتوجه يعني انت التوجه بحكم معناها سياسه نتاع تدعيم ودعم الاستخلاص م. هو الضغط على العجز هذا يعني عدم تفادي عدم تضخم العجز المحاسب هذا هنا التضخم يكون عدم تضخم كان منتظر باش يكون في عام ألفين مثلاً واحد وعشرين في حدود ألف وخمسمائة مليون دينار بفضل معناها سياسة نتاع معناها نقول حوكمة وبفضل معناها يعني ألف الضغط ألف وصلنا ل 1200 ألف ومئتين اليوم خلي نسأل بعض الأسئلة السريعة فماشي من يخذوا إجابات سريعة زادة في علاقة بالموضوع سيلا سعد اليوم الديون هذه منين جاية أساساً معناها جديق اذا كان نجي نقول بالنسبه جايه منين؟ جايه من الشركات اللي سكرت، جايه من شركات عموميه ماهيش تخلص، شري... منين جايه؟ هي حقيقه المصادر نتاعها متنوعه، هي جايه من مؤجرين وعمل غير اجراء عاملين في القطاع الخاص وفما جانب يخص معناها الدوله المؤسسه سكرت المؤسسات العموميه اللي تعيش صعوبات كبيره برشا بطبيعه هنا فما يعني جانب تتحملوا السنسس يعني هنا بطبيعه هنا الديون كبير ولا صغير؟ الجانب جانب معناها موش كبير برشا الأمانة معناه ما نقولوش كي ناخذوا مقارنه بالمبلغ الجملي ماهوش يعني كبير برشا برشا إيه دونك لا استناني فضلك سي سي الاسعد أه تقابلنا قبل وانا نعرف سيادتك خلي نشكر نشكر أه. حضورك الدولة هي كلها الكل خالصة معك؟ بالنسبة للدولة فما معناها خاصة ناخذ معناها بالنسبة شركة النقل مثلا تعيش صعوبات هذيك مش خالصة مش خالصة مش خالصة فما مؤسسات الأخرى اللي كما نتاع البيئة والغراسة مم. والبيئة كيف مم. كيف فتعيش صعوبات ماهيش خالصه وبعض المنشات العموميه الاخرى اللي ما بالحق تعيش صعوبات هذيك ماهيش خالصه مع السلسلة الاساس وفما امتيازات زاد امتيازات يعني بعنوان تكفل الصندوق بمساهمات الاعراف شكون عندهم امتيازات؟ هنا ناخذوا حتى بعض القطاعات مم. الخاص يعني في اطار تشجيع الاستثمار يتم تكفل الدولة بمساهمة الأعراف فهمني؟ مم. هكا الامتيازات هذيك بتبيعها الدولة هي اللي تتحملهم معناتها انت عندك ديفيسيت ومحمول عليك كمان انك انك تعاضد بعض بعض القطاعات. بطبيعة هنا في اطار سياسه معناها الدوله مم. وفي اطار سياسه دعم المؤسسات مم. وانقاذها خاطر الهدف مش الاستخلاص فقط معناها الهدف الهدف ياسر هو ديمومه مؤسسه مؤسسه باش دوم يزم يقع يعني اعانتها ويقع معناها مرافقتها باش على القليله يقع انقاذها وتستمر خاطر فما مواطن شغل بمواطن شغل يسعى الصندوق يعني لي معناها انا التوازن بين يعني الاستخلاص وظيفته الاستخلاص ووظيفته زاد كانقاذ المؤسسه وانت يا اساس اليوم مخلص مع الناس اللي لازمك تخلصها احنا الحقيقه كنا مخلصين لانه في الفتره الاخيره فما صعوبات م. والصعوبات هذه اللي يعيشها الصندوق كما تعرف انا فما يعني زوز مرافق اساسيه منافع اساسيه اللي الصندوق هي الجرايات م اساسا وبطبيعه التامين على المرض اللي يديره الصندوق الوطني الكنام الكنام, الكنام وهذا ايش حبيت توصل سي فني فني الحقيقه علاش <applause> <فدش> تسالكم الكنام <applause> الكنام الكنام تسالنا معناها يعني مبلغ في حدود 4000 مليون دينار 4000 وشويه احنا الحاجه الهامه ياسر اللي قاعدين سنه 22 حولنا اكبر مبلغ ممكن يتجاوز 50% لفائده الصندوق الوطني للتامين على المرض اللي هو قبل ما كناش نجموا نحولوه راهو فهمني سي 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 الاسعد انتم تتعايشوا مع أيه الوضع أيه وتحاولوا في كل الحالات أن تبعثوا للكنام كمرفق ما تستطيعون في الوضعية الحالية هذه هي الوضعية هذه هي الوضعية معناها أنتم ما مأمنين بدوركم واللي يجيكم تعطيه منه جزء وفي نفس الوقت تأمنوا الجرايات وفي نفس الوقت تحاول تعطي أكثر ما يمكن وفي نفس الوقت تحاول أنك العجز نتاعك ما يتفاقمش. ما كمش عايشين في وضعية مريحة لكن قاعدين تحاولوا تقوموا بدوركم. هذا هو. يعطيك الصحة هذا هو احنا نحاولوا باش معناها نامنوا الوظيفة نتاعنا من خلال صرف الجرايات المستحقة وفي نفس الوقت كيف كيف نحولوا معناها أكبر عدد واضح. مبلغ ممكن إلى الصندوق الوطني ألو بخلاف جي. التحويل المباشر أي. لي بتبيع الصيدلي المركزي حولوا لها في بعض الحالات تحويل مباشر بتبيعها لتمكينها من معنى ايفاء بالتزاماتها من لفئات مزوده فهمني إيه؟ دونك الكل مربوط ببعضه وقتها يولي الدويات في السبيطارات والدويات دون لي ووضعيه ال وضعيه ال ال الفارماسي سنترال اللي من مواردها موارد السي ان اه الكل مربوط ببعضه فمش كون يقول ولهنا رايك يهمني برشا سي سعد انه شاشيت هذا على راس هذا يجي وقت ويوفى الحساب وانه المنظومه سي شاتو دو اللطف ولا لا يقدر اذا كان غدوه في الايام منظومه من المنظومات تخلت لليميت نتاعها اللطف كيما الدومينو سي كاسكاد هذه هذه كيفاش نتعايشوا معاها الوضعيه هذه؟ هو الحقيقه احنا نعرفوا ديما كيما يعني القوه الاساسيه لنظام ضمان اجتماعي الاجتماعي الاجتماعي اللي هو منذ فجر الاستقلال معناها يقوم على التضامن واحنا هوني صحيح المنظومه يعني تعيش صعوبات لكن تي المنظومه نحسوا اللي توجه نحو تعافي المنظومه هذه باش تعافي؟ باش. يعني من خلال اصلاحات، مم. من خلال معناها أه حوكمه التصرف في الموارد، مم. يعني فما ديزاكس نخدم نخدموا عليهم باش نخليو المنظومه ديما قائمه وتاقع المنظومه هذه تكون اهم جانب فيها هو الديمومه مم. ما نحبوهاش نجي نهار واحنا يعني عدينا بعدة ازمات. دونك قاعد تقول لي سي انه اون المقاومه موجوده، المناعه موجوده، ما ماكوش م... خايفين. ماناش خايفين لكن يقظين بطبيعة اس... اليقظ ي... واجب علاش على خاطر ديما اليقظه واجب علاش؟ على خاطر احنا عن التزامات كبيره واحنا نعرفوا اللي الصندوق يصرف في حوالي معناها يعني 950 الف جرايه لفائده 840 الف منتفع هذوما الناس لازم يخلصوا لا 25 بدي. 24 في الشهر ما فيش كلام فهمني دونك هنا احنا بفضل سياسه الاستخلاص نتاعنا اللي هي بطبيعه مع مراعاه ظروف المؤسسه مع مراعاه ظروف العامله اللي يخدموا الحساب الخاص بطبيعه هنا السياسه دي تتوجه نحو بطبيعه استقطابهم مرافقتهم ايجاد الحلول تيسير عمليه الاستخلاص اتباع اكثر مرونه وهذاك علاش فما توا عفو علاش؟ انا جاي العفو, بعد العفو هو الغايه منه باش باش نمكنوا بشروط ميسره من دعم الاستخلاص وبالطبيعه هنا تخفيف العبء ذي على المؤسس مهم ياسر على خاطر من وقت لوقت وقت اللي يجي العفو يمكن الناس من انها ما تحسش روحها في المنداف. خاطر كي تحس روحك في المنداف غادي وانت تحس. غادي وين تهرب زاد زيد يهرب تهرب أي دونك وقت اللي نحل عليك الباب ونقولك لك اجا اجا نتفاهموا تلقاو حل مهم ياسر راجعين جوست بعد الفاصل خلينا نشوف اس الان وقت اللي تقترح حل صرف الزيادات الناجمه عن الترفيع في الاجر الادنى المضمون وهذا مهم خاطر انت تصرف جرايات لكن في نفس الوقت تجيك زيادات لازمك لازمك تضمنها ومن بعد نشوفوا شنو اللي مقترح على مستوى الافات يلا راجعين حظ سعيد للمنتخب الوطني غدوه بطبيعه الحال هنا في موزايك باش ساعة بساعة دقيقة دقيقة كل الأجواء على الموقع نتاعنا سور من الغادي مباشرة مع كل الفرق مع السجون اللي موجودة على عين المكان ومع كل المحلين في موعد متميز للمنتخب الوطني غدوة ينجم يكون موعد مع التاريخ ينجم يتحل غدوة باب مع الدور الثاني للمونديال وهذا يبدو أنه ممكن الآن إن شاء الله إن شاء الله يكونوا في نهارهم ويخرجونا ماتش كبير. نسعد بلغيث مدير عام مساعد بصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سي مرحبا بك شكرا لك على قبول الدعوة شكرا. من وقت لوقت يجينا عفو والعفو الحقيقه يحل شويه جوانح وقت نبدا خايف انا ونقول يا خويا باش يهبط عليا سي وانا عندي روتار وانا ما خلصتش برومي ماستر وانا عندي مشاكل نتاع كورونا وانا ما عاونتنيش الدوله على خاطرني لونتربريز نتاعي في اون ديفيكولتي وانا ما خلصتش لي تريمستر نتاعي تجي سي تقول مثال شي يا جماعه تحت كف على ظلو الى غايه 31 ديسمبر 2022 فرصه العفو الاجتماعي انتم تقولوا ما تضيعهاش شكون يهم العفو الاجتماعي هذايا العفو الحقيقه اللي هو يشكل فرصه كبيره برشا شكون يهم بالذات؟ لطرح خطايا تاخير عفوا خطايا, خطايا, خطايا التأخير تاخير بالطبيعه الاصل هذاك ما ذاك ما تناقشوا شويه ذاك حق لا هذاك نهار نمشيو للجنه ربي سامحنا في على الخطايا <applause> على الدفع ندفعوا ذاك باش ندفعوا ما فماش ندفع. اي دونك عفو اجتماعي لطرح خطايا تاخير شكون يهم؟ يهم هذوما المؤجرين العاملين في القطاع الفلاحي والغير الفلاحي المنضوين في النظام هذا فبدي بطبيعه نقولوا في مجالات الصناعه والتجاره والخدمات وغيرها ويهم العمل غير الاجراء الخ... يعني الشركات نظام العمل غير الأجراء واللي يعملوا حسابهم الخاص اللي يعملوا حسابهم الخاص برشا عندنا تعرفهم اللي عندنا يعني اكثر من يعني اكثر من 600 الف في... فما مجموعه كبيره يعملوا يعني عم... فهمني هذوما يهمهم العفو هذايا علاش؟ وهذا كيف كيف العفو رو يتعلق بالاشتراكات، بخطايا التاخير لدفع الاشتراكات، وهم زاد كيف كيف خطايا المتعلقه بنظام حوادث الشغل والامراض المهنيه. هذوما اللي يهمهم العفو بالاساس. معلش لكن نشوف شروط العفو علاش احنا شروط فرصة. العفو العفو على خاطر احنا نحكيو على اه انتفاع بطرح كلي بنسبه 100% وفما انتفاع بطرح جزئي بنسبه 50% يا خاطر ال 100% الساعه سي <applause> ناس عطاي انا يعني نحب نحي الخطايا نتاعي بنسبه 100% اي تفضل هو ل... اللي بال 100% سهله ياسر حاجتي يا اما دفعه واحده يجي مم. للصندوق يتقدم يقول انا ايه نحب ننتفع بالعفو اي هنا العفو هذايا بطبيعة شن الفتره اللي أنت يمتد لها الى حدود 23 يعني يهم الفتره من 23 ونرجعوا التالي هذاك اللي يهم العفو خطايا التاخير م. يعني هنا اما يخلص اصل الدين أي. بدني دفعه واحده صبره واحده ويتمتع بامتياز طرح الخطايا 100% اذا كان ما يقدرش م. هنا يجي يعمل التزام اونجاجمون ايش يصير يقول انا نمشي حتى ثلاث سنين بصفة ميسرة ما يدفع حتى تسبقع ما يدفع حتى شيء إيجا جدول أصل الدين على مدة ثلاث سنين <applause> ينتفع أيضا بمئة 100% المئة ترح خطايا هذا يعني الشو... أبارتير دو مومون اللي نبدا نخلص بريمي تريمستر 2022 هذا هو نعطيك انا نقول لك راني باش نخلصك تريمستر الاولى والتريمستر الثانيه راني باش نخلص على روزنيما انت وقتها تحيل الخطايا بيه. هكا ولا ه... هذا مي اضافه بيه. شرط أخ شنو كي تعمل معنا انجاجمو. تعمل مع الصندوق معناها اونجاجمون التزام زاد تلتزم باش تخلص ثلاثيات الجاريه احنا مو العفو يهم اللي عيشو. قبل ثلاثه وعشرين وارجع الثاني ناخذ اللي بعد من واحد وعشرين لازم تكون خالص في الثلاثي الجاري انتم انتم اللي يهمكم سي لا ريجولاريتي. اللي يهمك هو انه انا الكليون تاعي انه انا يكون موجود معايا او ك... يدخل يعمل رزنامه نحيلو الخطايا واذا كان الخطأ الخطايا يسونجاج انه هو باش يقعد يعطيك الصح هذا, هو هذا هو المطلوب هذا هو المطلوب يلتزم معناها بخلاص الثلاثيات اللاحقه للثلاثيه ثلاثه 21 ويتمتع بالامتياز با هذا اللي هو بتاع العفو ما فماش كان هذا فما 50% في 50% كيفاش يعمل؟ انتفاع بطرح جزئي ب 50% من مبلغ خطايا تأخير ولو انه احنا ماذا بينا الناس كل تمشي لل 100% احنا احنا يساعدنا ايه. راه فهمتني ماذا بينا هي خطر الفلوس مم. بالنسبه للصندوق مم. هو النظام هذا المداخيل تصرف يعني في مصاريف جرايات وتامين المرض ال 50% اللي ما يقدرش في على 3 سنوات يعمل اونججمون جدوله على 5 سنوات, خمس سنوات وقتها 50% من هذا 50% من طرح القطعه <applause> الان منذ الانطلاق في, في العمليه مكن العفو الاجتماعي بقيم 9000 عمليه جدولة لدينا قرابه 10000 مؤسسه آآ آآ هذه هي الارقام هذه الارقام سمحني اضافه اخرى تفضل. فما العمل غير اجراء آه اللي يهمهم العفو هذا يعني كنقول عمل غير اجراء اللي يخدم الحساب الخاص هي. اللي عنده مشروع مم. اللي, مم. اللي عنده حد نجار طبيب مهندس يخدم مم. الحساب الخاص يتمتع بالعفو هذا خمس سنين يعني جدول على خمس سنين ويتمتع بطرح كلي للخطايا فهمني مك هذا زاد امتياز كبير برشا ماذا بينا يستغله دونك انت اليوم قاعد قلنا سي انه سي ان اس البيبان تقول يا جماعه راهو طاح الكف على ظل واذا كان ما خلصتش انت ايجا خويا ايجا ايجا رجل امورك انا نحيلك الخطايا صح الناس تخاف من الخطايا اكثر يمكن اللي تخاف من اصل الدين على خاطر الخطايا عندك انطباع انها هي تبع فيك وديما ديما قدس فوق قدس قدس فوق قدس الناس تخاف من الخطايا اكثر يمكن حتى من اصل الدين يعطيك الصحه سي الناس تخاف من الخطايا علاش؟ في بعض الحالات الخطايا اكثر من اصل الدين فهمني دونك هنا إيجا خويا نلقاو تسويه حتى كان عندك قضيه معناها جاريه مم. نزاع مم. في اصل في اصل معناها الشراكات مم. اذا كان عندها معناها اذا كان عندك توظيف حتمي مم. اذا كان فما نزاع اداري اي إيجا خويا نلقاو حل دي. رضائي من هنا 31 ديسمبر ديسمبر اجا نلقاو حل نقربوا لبعضنا اكثر نتفاهموا وضعيتك ونصفيوا الوضعيه دي الو خلينا ناخذ شويه بيلان قلنا منذ الانطلاق في العمليه من بدايه السنه بدينا احنا من, من بدايه, بداية السنه, بدينا من بدينا مكن العفو الاجتماعي من القيم ب 9000 عمليه جدولة باهي برش جدول دين لقرابه 10000 مؤسسه دونك الانخراط موجود الناس قاعده تمشي لل... 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 للعفو هو فما إقبال على العفو فما, فما إقبال على العفو وهذا اللي لاحظناه العفو النتائج اللي حققها أحسن من إجراءات العفو السابقة الكل مم. أولا ساعة بالنسبة للشروط أسهل, أسهل. فما حتى تسبقة يجي ويجدول فهمني دونك هنا فما أنا أكثر من 9000 جدولة تعمل فهمني بمبلغ معناها اكثر من اكثر من 950 مليون دينار فما 1131 مليون دينار قرابه 1000 مليار فهمتني هذه الجدوله اللي ناتجه على المبلغ الناتج على الجدوله دونك العفو نجم نقولوا اللي قاعد يعطي في انتاج باهيه العفو في حد ذاته نقولوا شنو اللي جاب بالضبط شنو الاضافه نتاعو فما حوالي اكثر من 400 مليون دينار هذا هو الان الى الى حد منتصف نوفمبر تقدر السيوله اللي توفرت للصندوق بما يقارب 400 مليون دينار قداش تنتظروا انها توصل بنهايه السنه اذا كان نحفزوا على الـ على الانخراط في العفو والله على يعني ماذا بينا 400 يوليو 800. 800 فهمني فهمني قاعدين نخدموا عليها فهمني وهذه دعوه <applause> لجميع معناها معناها المؤجرين والعمل <applause> العمل اللي حسابهم الخاص باش يتقدموا راهو بالحق فرصه تشكل فرصه كبيره ياسر على خاطر كي تسوي وضعيتك انت المؤسسة نتاعك فما يعني فما ملف سكرته مع سناسيس فمني فما يبدو صحيح تلهاي وفما صحيت وفما حاجه اخرى كيف كيف تولي غدوه عندك الحق باش تاخذ شهاده في تصويت الوضعيه تاخو معنا شهاده مع تستاسيون دو سول فهمني يعني اموركم مريقلة حتى في الصفقات العموميه وغيرها ما تلقى حتى اشكال م. ونبعدوا عن النزاع ونبعدوا عن الواحد والتسويه الرضائي هو احسن حل. او توكا سعيد للجميع الحقيقه الموضوع لافت للنظر وممكن جدا باش نختموا مع الجرايات شهريا قدش يخلص الصندوق جرايات؟ شهريا نعطيك مثلا مثال في شهر نوفمبر الشهر الحالي <تكلم> احنا وصلنا نخلصوا في 400 مليون دينار مم. 400 مليون دينار 400 مليار في الشهر الخارج على 400 مم. مليار احنا كما قلت لك سي زياد الصندوق يخلص في 400 مليون زياده واحده مم. في حدود الشهر هذا 23 ومش تبلغ 26 مليون دينار مم. شهريا مم. يعني سنويا باش تكون عندنا زياده بمبلغ حسبهم انت باش تلقى 314 مليون دينار شهريا هذايا زاد هذايا ناتج على شنو تعرف اللي الجرايات يتم ترفيعها بصفه أهلية عند كل زياده في الاجر الادنى المهني او الفلاحي المضمون. مم. هنا المنتفعين بالجرايات كلهم بطبيعه هذا حقهم باش يتمتعوا بالزياده هذه وهذا يكلف الصندوق يعني 23 مليون دينار وباش توصل حتى ل 26 مليون دينار شهريا. هل ياثر هذا على قيمه الترانسفير للكنام مثلا على خاطر الوقت اللي انا حقيقة سامحني معناها هي هي سهله العمليه انا عندي مداخيل وقاعد نحفز على المداخيل باهي عندي 400 مليار زادوا اوكي لكن انا ماذا بيا يزيد يدخلوا لي 800 وماذا بيا نستخلص الـ الـ الديون وغيره لكن في الاثناء انا محمول عليا واجبات معينه اي وقت اللي انت باش تصرف اكثر على الجرايات سيدي خويا قادر انك تكون في موعدك مع الكنام ومع ومع الفارماسي سنترال وغيره والا لا هو تكسح الياس بطبيعه هنا المداخيل إذا كان المداخيل متزيج تتطور أكثر بشيء أثر مم. أما بتحسن. أحنا نجتهدوا باش المداخيل متاعنا مم. يعني حسب السياسة بتاع الصندوق مم. باش الاستخلاص ديما معناها تاقع المتابعه الدقيقه م. لعمليه استخلاص ديون الصندوق مستحقات الصندوق م. هذا في هذا من ناحيه ومن ناحيه ثانيه تعرف اللي فما يعني ان سبيسيال دو تريزور اللي تم احداثه سنه 22 وذاك الفون ذاك يخلينا حتى التحويلات الكلهم اللي يعني مناب سنساس يتم تحويله للكلام هكاك على قليل نجم يعني دعم اكثر وتحويل أكثر مبلغ ممكن للصندوق الوطني للتامين المالي. متفاهمين متفاهمين أما رزقك شكون يتبع فيه رزقك أنت معناها أنا نعرف اللي التهرب الجبائي هات نقول فما تركيز كبير عليه ومراقبة وتحاول الدولة أنها تسعى باش التهرب الجبائي يكون عليه رقابة كبيرة خاصة الناس اللي يتقطع بالمليارات ساعات. أه أنتو مش عاملين في متابعة الناس اللي ما تصبش. آه شنو قدرتكم على المراقبة شنو قدرتكم على أن تتبعوهم وتحفزوهم آه ما معناها الحقيقة أي سيدي أنا الأخر ونقدم وما نخلص في سياناسيس طول سنوات أي آه شنو وهذا موجود آه أنتو أنتم مش تعملوا فيه شيء هذا هذا إحنا كما تعرف عندنا معناها يعني سلك متاع مراقبين الصندوق م. عنده سلك متاع مراقبين يتم متابعة المؤسسات وإحنا هنا عندك رقم آه نحكي وعندك عندك رقم سلاسات رقم فيه ما يخصش شنو في الناس اللي في تقريبا في المونكا غاني اسكو عندك رقم في المونكا غاني عندك شي رقم في عدد زاد الشركات اللي اللي متهربه من انها ما تصبش على العمل نتاعها سي اساس هو راه شوف فما اللي يصب وفما اللي يصب يعني قسط فهمتني وفما اللي يصب فهم الشملة فهمتني هنا بالنسبه للرقم رقم الديون اللي عندنا معناها مم. مستحقات صندوق بما فيها يعني مستحقات الدوله تكون في حدود 6000 6200 مليون دينار 6000 نحي منه فما منقطعين عن النشاط فهمني هذوكم فهمني اللي يصعب الاستخلاص م. فما يعني اللي فاهم قضايا اللي فهم يعني فما حوالي م. معنا 2500 مليون دينار قابله للاستخلاص وقاعدين نخدموا عليها عندكم أح... عندكم لي بما فيه الكفايه لل... أح... أ... انه تتابعوا تتابعوا الملفات المتابعة هذه المتابعه كيفاش تكون؟ م. احنا اولا فما عندنا سلك بتاع مراقبين يقع مراقبه حسابيه للمؤسسات م. وفما زاد كيف كيف تشبيك المعطيات م. وفما عندنا مع تطبيقات أعلامية تطوير تطبيقات نظام معلوماتي بتاعنا يمكننا باش نتعرفوا على المؤسسة يعني من ثلاثية الأولى ما تخلصش <applause> هذوكم تقع متابعة متابعة خاصة لهم باش الدين ما يتفقمش وما يتراكمش <applause> واليوم بعد يصعب استخلاصه لكن <applause> العملية ذيك تخلينا نوجه السياسات بتاعنا إلى المؤسسة هذوما ويقع متابعتهم ويقع بين اتصال بهم وبطبيعة نحاولوا باش ننقذوهم من ناحية <applause> واثنين نوفروا موارد للصندوق واستخلاص الديون <applause> اي وسعوا بالكم شويه عاد متخ... ما... ما تعبتوش على الناس فرد هبطه طبعا نيسروا شويه من الاول معناها مهم انه سي ان اس اس تكون زاده كذلك آه نقول تسهل زاده شويه اي. هو الحقيقه راهو السياسه نتاع الصندوق مش مبنيه على الردع. طيب <applause> هذاك اخر مطاف اش <applause> اخر مطاف هو استخلاص جبري اما احنا ديما الصندوق التوجه نتاعو هو الحلول الرضائيه <applause> علاش خاطر راه وجود المؤسسه ديمومه المؤسسه هنا بطبيعة باش يخلي اللي الصندوق <applause> ياخذ استقلال مش انت الهدف مش الهدف هي انت تقدم خدمه اون كونت الو لهنا زاد سؤال اخير سي سعد سؤال يهم التقاعد <تصفيق> <تصفيق> يقول قايل لوجيكمون إذا كان ندوم أنا نزيد في سن التقاعد فورسيمون عندي أكثر بوبولاسيون أكتيف وعندي أكثر بوبولاسيون كي كوتيز إذا كان عندي أكثر ولذا أنا قادر أنه يمكن زاد نمنع شوية من أنه الصرف الجراية يصير لهنا 62 65 67 إلى حد الآن في علاقة بال في علاقة بالمنظمات الاجتماعية وبخصوص وضعية الصناديق الاجتماع الاجتماعية مازال موجود لحديث حول سن التقاعد والا لا؟ مطروح ولا غير مطروح؟ هو يعني هو كل شيء مطروح علاش؟ على خاطر دام فما عجز يعني يلزم الملف يقع دراسته وهذا إيش قاعد صاير طيب. الملف محل دراسه م. يعني م. مع بطبيعه هنا بالتشاور ومع هنا المنظمات م. المنظمات الوطنيه كما لوتيكا يعني تي تي قاعد ثم معنا حوار م. يعني يقع دراسه الملف هذايا ويقع معناها دراسه الحلول المنكلكل سواء في الترفيع في السن أو غيره الترفيع في الاشياء أو غيرها من الحلول م. هنا يلزم الملف هذا ما يعني فيه يعني قرارات آنية متسرعة م. لا يتطلب تراوي يتطلب معناها دراسة معمقة لا وممكن لا. كل الحلول ممكنة سواء الترفيع في سن التقاعد أو الترفيع م. في بعض يعني جزء من ك... يعني الاشتراكات ممكن هذا بطبيعة يتطلب وقت ويتطلب هي. معناها معطيات نتاعنا تكون معناها دقيقه وهذا اللي الناس حاولوا باش يقع معناها الملف هذا وتوكا أه أه نشكرك, شكر نشكرك شكرا ونستدعاك انه تكونوا موجودين معنا مش كي يبدا فما كان لوبيراسيون تاع العفو على أه؟ خاطر الاعلام أه نقول سيادتك أنه نحبوا الرفقكم في كل شيء مش كان في لوبيراسيون هذوما كهو وان شاء الله زاد الساده السياسيين يتعلموا منكم على خاطر في علاقه بموضوع التقاعد مثلا واش خاص نحطوه على الطاوله ونحكيوا فيه الناس كل مع بعضنا خاصه في بعض المهن الحساسه شكرا ليك سي لسعد شكرا شكرا سي شكرا, شكرا, شكرا على الدعوه ومشكور ياسر وفرصه أخي كلمه اخيره سي دعوه اخيره دعوه للمؤجرين والعمل غير الاجراء راهو قبل 31 ديسمبر 2022 يعني ما حوالي شهر وجمعه ماذا بينا م. يقبلوا للصندوق هالاجراء هذا راهو فرصه مكنهم من تسوية وضعياتهم وتخفيف العبء عليها وما يلقاهم من الصندوق كان التفاهم والتجاوب شكرا والشكرا. لك بارك الله وفيك...